رمضان كريم، لو زعلان من حد سامحه، واللي مخصمك روح له صالحه، لو كان جرحك او انت جرحه ربك غفور رحيم. رمضان كريم. الله اكرم. وعشان الشهر الكريم، لو زعلتك بقصد او من غير قصد سامحني، وانا ربنا شاهد اني مسامحك وبحبك في الله. ابعت الرسالة دي لكل واحد بتحبه في الله، حتى لو انا واحد منهم. ورمضان كريم. رمضان كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم شيواتم سليمان. اليوم ان شاء الله نعملوا واحد بيتزا سارعة وبنينة وغزالة وسهلة. نتمنى يا ربي تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم. ما تنسونيش شاركوا معايا، ضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد كل شيء ان شاء الله، وبارطاجي مع اصحابكم واحبابكم وجيرانكم ان شاء الله. يا ربي عندي طنجرة الحريرة كتصفى سمحوا لي، حق ضروري نعمل لكم هذه الوصفه باش تشوفوها ان شاء الله وتعجبكم ان شاء الله يا ربي. غنعمل الصلصه بوحده ومن بعد عاد غنعمل الحوت معاها. اليوم غنعملوا عيد الحوت ان شاء الله، بيتزا الحوت. عندي هنايا واحد البصله مدقدقه بهذا الشيء، واحد الرويز دتها ومحكوك، جوج ديال الدريسات محكوكين. عندي هنايا نص فلفله حمراء ونص خضراء، وغادي نقليهم مزيان ملي نجي نعمل الاقامه ديالهم نوريهم لكم. وعنكب عليهم هذاك العديد ما فيش طوماتي فريتو، كتكون طايبه معدله، كتباع في ميركادونا وبنينه وسهله، ما تبقاش طيب بزاف. ها هي طايبه سهله ناضيه معدله. نتمنى الناس اللي في اسبانيا كيعرفوها ان شاء الله. نتمنى تعجبكم يا ربي. وبها اللي غادي نعمل الصلصه، غنعملها وحده ومن بعد نفرقها وعادي نعمل معها. عندي هنايا السوريمي، وعندي انغولاس، وعندي الحوت، عندي مبخره واحد شويه غير شويه، وها هي فينيه عيب المليحة. وملي نجي نعدلو منوريهم لكم ان شاء الله يا ربي. حبايبي دابا عندي هذا السوريمي ان شاء الله يا ربي، عاود تغلي واحد الغلية صلاة على النبي. هذا انتم شتو الحوت، قسمت الترميلة على جوج، النص عملت فيه الحوت ها هو، والنص عملت فيه السوريمي. واحد الغلية حيت كل شي طايب، ها كل شي طايب. دابا هذه صافي، وعندي شنو كيعيطو لها انغولاس ديالي، والزيت ها هو، والزيتون بيار اخضر، الزيتون والزيتون بحال ها هو، جبتهم دابا عاد من الفريغو، والجبن ديالي مرصادين حتى هو. ودابا غادي نخوي هذا عاود فواحد الطويصه ونتسنى. دابا غنوريكم العجينه ديالي، ما غنعملها ما غنعملهاش لي كامله حداكم، باش تشوفها العجينه البيتزا كيعرفها اي واحد. عامله فيها شويه الصح ترنسمتها به، كترد الخميره، كترد السكر، شيشه الملح، واحد الكتره صغيره ديال مستصة، وغنعمل عليها جوج كترات ديال الزيت، والعجنه الخميره العجينه ديال البيتزا وغنعجنها. ديك الساعه نوريها لكم ان شاء الله. حبايبي ها البيتزا ديالي، ها هي فيني، عندي معايا واحد اختي مسكينه كتعاونني، كنقطعوها حيت غيفطروا معايا. تقطعوها هكذا بطريقه مدوره، ونتقبه شديتو هكذا باش كيدخل فيها الطياب وما كطلعش بزاف. وهذه اللي عندي معمره بالسوريمي، هانتوما كتشوفوا غنعمرها بالسوريمي كامله. غنزين معاكم واحد الجويجات باش تشوفوني كيفاش كنعملها، وديك الساعه نيتها كنكمل على الباقي. كنعمل بعدا السحتر، السحتر عندي في الدم، انا كيعجبني في اي حاجه، وفي البيتزا الصراحه كيجي غزال، واخا عامله في كل شيء ضروري. وعندي الجبين ديالي غادي نعملو له هكذا، هانتوما شفتوا الصلصيطه فيها كل شيء هكذا. كيجيو غزالين، ودابا تشوفوهم ان شاء الله. وغنعمل عليها شويه الزيتون كحال هيدا فوق الجبن هكذا. البيتزا كيجيو شباعيين ومزيونين وبنانين. نتمنى يا ربي يعجبوكم. هذيك نسيت ما عملتلهاش الجبن، دابا بغيت نوريكم غير هادو، ها هما. وعاد غنعمل هاد اش كيعيطو انغولاس،
عاد نعمل لهم انغولا سايده. هذه بيتزا شباعيه ان شاء الله. ها انتم كتشوفوا وعنساليهم كاملين هيدا. هادو الطريقه هذه كامله عملتهم معمرين ومدكنين باش يشبعوا ان شاء الله يا ربي. ودابا نمشي نكمل هادو ونبدا نعمر اخرين ونوريهم لكم ان شاء الله. حبيبي هيا الصلصيطه ديال الحوت. ها انتم كتشوفوا امامكم الحويته ديالي كيف هي تبارك الله بيضه، كتجي التعميره بالحوت عاود كتجي غزاله هشيشه. ودابا عاود نزين حداكم واحد شويه هيدا. هاد الزين غنعمل لها الزيتون خضر. ها هو نزين حداكم غير واحد شويه ومن بعد عاود نوريهم لكم. صافي هادو هيدا غنعمل لهم شويه ديال الجبينه هيدا مرساديلا وصافي بهذا الشكل هذا. وعاود نساليهم ان شاء الله ونوريهم لكم. ها هي البيتزا ديالي الاولانيه، ها هي طابت، ها هي السوريمي وانغولاس. ها هو كتجي غزاله ان شاء الله تعجبكم. فيها شكل اخر، ها هو كيف طاب، كيف كتجي غزاله وهشيشه وبنينه. نتمنى تعجبكم يا ربي. حبيبي ها شكل النهائي ديال البيتزا ديالي. هذه ديال الحوت، ها هي فين هي مثل هذيك الصلصيطه هيداك. نتمنى يا ربي تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله يا ربي. كتجي غزاله هشيشه. هذه عاود اللي عملتها عاود سوريمي مع هاد انغولاس، ها هي حتى هي عملت لها نفس الشكل. يا ربي تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله. وما تنساوني شي شاركوا معايا وساندوني وشجعوني بالفضل الله وديالكم اللي نزيد القدام ان شاء الله. ونتمنىكم يا ربي تكونوا مزيانين ويبقى لكم القناه تشاركوا معنا وتبارطاجيو مع صحاباتكم. ما تنساوش تكيو على الجرس باش يوصل لكم الجديد ديالي كامل اللي كنعمل يطلع لكم ان شاء الله. ونتمنى على الله تعالى وتبارك يوفقكم ويوفقنا ويوفق المسلمين كاملين يا ربي العالمين. وفشي واس ام سليمه اللي ماجين ان شاء الله. نتمنى المزيد ان شاء الله يعجبكم ويكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله يا ربي. وما تنساونيش يا حبايبي وبيسيتون الحبايب فيما كنتو نتوما فيما كنتو حبايب حباب وعزاز. عواشركم بروكه وشكرا للجميع الله يجازيكم.